أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم. أنا أم علاوي وضيفتي اليوم أم سلوم. أم سلوم عرفي نفسك. ودي أم علاوي، ليش أنا مربطاتي؟ حبيبتي نحن هني اليوم علشان نتكلم عن كيفية حماية أنفسنا أثناء قيادة السيارة. وكرتون البيض هذا ليش؟ ليكون بناك البيض عيون؟ لا لا مفور مثلاً؟ أوه لا عيل أكيد مخلوط. هي أوه لا أم سلوم، نحن مو بيايين علشان ناكل، أنت بس اسحبي حبل وهالبيض نحتاجه حق العرض. هاي عائلة البيض السعيد الملتزمة بالسلامة المرورية واللي دائماً رابطة حزام الأمان أثناء قيادتهم للسيارة. وهاي عاد العائلة الثانية اللي مو مهتمة بالسلامة مول، والحين عاد بتبدأ رحلتهم. هي في يوم مشمس وجميل تبدأ العائلتين في رحلة بكل فرحة وأمان، ولكن فجأة انتكست حالة الطقس وبدأت الخطورة في الطريق وبدأت تتساقط الصخور من أعلى الجبال. بنتي وبدأت تمطر بشدة. فاشتدت قوة الرياح. بسبب تغير الأحوال الجوية لم يروا الإشارة المرورية. عرفتي ليش ربط حزام الأمان مهم لجميع أفراد العائلة؟ عاد هالكلام كله خلاني أيوع، كان ما سير أفور لي هالست بيضات. هيه قول الجملة الأخيرة. لا تنسون أمانك في ربط حزامك. هيه